ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف من العاصمة مسقط عبد الله راشد الخضوري رئيس قسم تخطيط وتطوير الأرصاد. سيد عبد الله أهلا وسهلا بك معنا. إذا ما الوضع الجوي الآن في عمان بشكل عام وصلالة على وجه الخصوص؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا أختي الكريمة، نحييكم من هنا من سلطنة عمان. طبعا تأثرت محافظة ظفار والوسطى خلال الثلاثة أيام الماضية بالإعصار المداري ميكونو، وصل إلى ودخل وعبر اليابسة من محافظة ظفار بتصنيف درجة أولى. كانت الاستعدادات ممتازة وتكاملية من جميع الجهات المعنية بالسلطنة، اللجنة الوطنية للدفاع المدني والتحذيرات المسبقة كانت في أتم الاستعداد. لله الحمد والفضل كانت لها نتيجة إيجابية كبيرة في تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية أيضا، نتج عن إعصار تأثر المحافظتين بالإعصار المداري وفاتين، نسأل الله لهم رحمة الأبرار. كذلك هناك بعض الخسائر الاقتصادية، ولكن إجمالا ولله الحمد كانت الأمور على ما يرام، كان الاستعداد جيد. الآن أصدرنا قبل قليل أيضا التحذير رقم 10 يفيد بتراجع الحالة المدارية من منخفض جوي عميق إلى منخفض جوي مداري في أول الدرجة. الآن الرياح، سرعة الرياح المصحوبة في المنخفض المداري أقل من 27 عقدة، أي بما يقارب أقل من 60 كيلومتر في الساعة. خلال الساعات القادمة خلال الليل وهو صباح الغد الأحد نتوقع أن يتحرك هذا المنخفض المداري باتجاه المملكة العربية السعودية. طيب، في حال تحرك يوم غد هذا المنخفض، متى من المتوقع أن تستأنف الحركة الطبيعية بين السكان في عمان سيد عبد الله؟ نعم، بدأت اليوم الحركة تبدأ تدريجيا بالتعافي. بدأ الدفاع المدني في عدة عمليات إنقاذ والإجراءات المتبعة في التعافي ما بعد تأثر الحالة، كل هذه إجراءات موضوعة مسبقا ومعدة مسبقا في التعاطي مع انحسار الحالة المدارية. بإذن الله خلال يوم الغد الأحد ستكون ايضا الحركه، حركه الطائرات ومطار صلاله سيرجع بالحركه والاشتغال، وسترجع باذن الله الامور على طبيعتها. تحتاج عده ايام للتعافي، ولكن ستكون على اتم ما يرام باذن الله. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه، حدثنا عبر الهاتف من العاصمه مسقط عبد الله راشد الخضوري رئيس قسم تخطيط وتطوير الارصاد.